هادو كلهم دي لوجيكيال اللي كيعطيونا الامكانيات ديال التواصل ولا ديال ما يسمى لا فيديو كونفيرونس. بالنسبه للتواصل غير الاني هو استعمال يا اما البريد الالكتروني او لا استعمال المنتديات او لا كذلك استعمال قوائم دي ديفيزيون كذلك مجموعه نقاط ولا دي بلوك هادو كاملين. انا غادي نحاول ان نشوف كل واحد غنشوفو حالة معينة، بالنسبة لهذا غادي نشوفو بريد إلكتروني وغنخدمو فيه جوج ديال الحوايج، بريد إلكتروني كخيي ولا إنشاء بريد إلكتروني وكيفية إنشاء واحد المجموعة ديال المعلومات الأصدقاء مثلا نفس الجروب ولا نفس المؤسسة وكيفية استقبال هذا نفس الشيء بالنسبة للتواصل الآني. أنا أخذو واحد من هذه اللوجيسيال سواء إنسان سواء هو ميساجر ولا سكايب ولا دي فيديو كل واحد ياخذ واحد ونحاول ان نديروا تواصل معين وسط القاع. كذلك اذا قدرنا الوقت بالنسبه لاخر الحصه غنحاولوا نشوفوا انشاء منتدى مثلا منتدى ديال هاد الموجودين في القاعه ونحاولوا ان نخليو نفعلوهم مستقبلا. اي واحد